هذه الاستلام ومحاولة تسديدة يا ولد، حلوة جدا حلوة. عبد الله السعيد يا سلام على التحرك والعرضية للإسماعيلوية، ولكن بيت حارس المرمى الحارس عيسى عبد. يرجع تاني، هنشوف كورة هدايا الشرومي لاعب المهاجم الآخر مع نادي كورة النجم. ضربة الحرة مباشرة، عاوزين نستمتع باللقاء، عاوزين نسعد بهدف مبكر كده للإسماعيلية والنادي الإسماعيلي. يقطع على طول حارس المرمى عيسى عبد الله، يرد تاني على طول نص ملعب نادي الإسماعيلي، تصل إلى عيسى مرة أخرى. سهل هنا لكابتن التيم وحامل أحلام والقميص رقم 22 مع نادي كوارا النجي. ممتاز جدا هنا من عمرو سمير ومحاولة تسديدة، ولكن إلى ضربة المرمى. أدي عمرو سمير مرحلة لتثبيت النفس هنا في التلت الأمامي والناحية الهجومية مع نادي الإسماعيلي. قصة حسني عبد ربه بدأت تهدأ وبدأ يبقى في كلام تاني، وأدي عمرو سمير أحد الفرسان في الناحية الهجومية النهاردة مع المدافع في قلب الدفاع مع نادي كوارا النجم. ركلة ركنية على الأرض إسماعيلوية، محمد حمص، حمص مرة أخرى تاني يرد الإسماعيلي، الكرة العرضية جميلة، ممتاز حارس المرمى رائع عيسى عبد الله. الحارس يطلع وعمرو سمير هنا واصرار على انه يلعب الكره بالراس، ولكن يتخبط حارس المرمى عيسى عبد الله وتصل الكره الى ركله ركنيه على نادي كوارا يونايتد النيجي. حوار نيجيري مصري في 10 دقائق اولى تعادل سلبي، في 10 دقائق اولى تعادل بلا اهداف. هذه اصابه اللاعب عيسى عبد الله. النادي المريخ او اليوم نادي المريخ والله السوداني خسر بنتيجه 0-3 للانديه العربيه في هذا المحفل الافريقي الجميل. ضمننا ان البطلين او اللقبين سواء بالنسبه لبطل الكاس او بالنسبه لبطل الدوري الافريقي ابطال الدوري هيكون لقب عربي ان شاء الله. حمص شوف بيقول له كامين، اضغط عليه جامد. هذا حمزه الجمل بيدي تعليمات لاحمد سمير. رقم 6 من جنب ايده، رقم 6. ضربه حره مباشره تلعب على طول، ولكن هنا عاوز يلعبوها مستقيمه الحارس، ومنها اي هيد يجي او اي كره قصيره يستفيد منها كويس جدا نادي الاسماعيلي. وبعد مباراه والله سريعه فيها كوره فيها سرعه وفيها قوه، انطلاقه الاسماعيلي خطير المهاره، عدي عدي خطيره جدا، محاوله مراوغه، يلا لفت الوسط، اوبا يا ولد تصويره جميله حلوه جدا جدا حلوه الاسماعيلي في منتهى الخطوره. اخطر كوره لنادي درويش، اخطر كوره اسماعيليه، اخطر كوره اسماعيلي عن طريق يوسف جمال. شوف المهاره وشوف القوه، يا سلام يوسف لو راح من الاول وخد المدافع في ظهره. ادي يوسف جمال تسلم هنا، ممتاز على يوسف جمال، يرد على طول المدافع الى عيسى عبد الله. التعادل السلبي في 18 دقيقة. شوف تسقيطة حمص، تسقيطة حمص ومحاولة تصويبة، يضغط مرة أخرى تاني إسماعيلي، محاولة لبرة ممكن التسديدة. يا ولد يا ولد يا ولد، محاولات نادي الإسماعيلي الحقيقة في حاجة عاوزينها من اللقاء وفي إصرار عاوزينه من اللقاء لاعبي نادي الإسماعيلي. شوف المحاولة والتسديدة جميلة جدا، تلعب الكرة تاني تخدمه في السكة، مين يسند تحت، أدي نزل له هنا ممتاز جدا، ينزل عمرو سمير ويفكر في العرضية، ولكن حارس المرمى ممتاز عيسى عبد الله. والله مباراة كبيرة. تصل مرة أخرى تاني على طول هنا عيسى عبد الله، دور لاعب الارتكاز أمام مدافعي نادي الإسماعيلي، أمامية الإسماعيلي، تعدي وتخدم هنا على طول قبل الانطلاقة عمرو سمير. يا ولد يا عمرو، وحارس المرمى يقطع، وعمرو سمير كان ممكن والله يسقطها، حطها بقوة. شوف بقى في الإعادة الكرة الخطيرة بالنسبة لنادي الإسماعيلي، أدي عمرو سمير لو حاول يسقطها ما خدش باله يمكن إن حارس المرمى كان طالع، يضغط عليه مدافع ويضغط عيسى عبد الله حارس المرمى مع نادي كوارا يونايتد. والله سريعة ممكن يضرب بيها خط الدفاعي، أدي محاولة عبد الله الشحات تاني والعرضية في منتهى الخطورة، ولكن عيسى عبد الله ممتاز يا عيسى كابتن نادي كورة النجيري. كابتن نادي كورة النجيري شوف الكرة العرضية هنا اتعملت حلوة جدا، ولكن حسني عبد ربه هاني سعيد أيضا وصبحي الإسماعيلي موجود النهارده مع نادي الإسماعيلي في هذا اللقاء، حطة مهمة جدا في الجبل يسر أحمد كرة العرضية، ولكن سهلة إلى حارس المرمى حارس عيد. حمص يسند للتسقيط اللي بيشتغل عليه نادي الإسماعيلي كويس في الأخير إلى حارس المرمى سهلة جدا. في الأخير أحمد سمير فرج، هذه محاولة لتسديدة ولكن من اللاعب عمرو سمير. 13 دقيقة مع بداية الشوط، عامل نفسه كويس، هتاخد جملة جميلة جدا إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، المدافع هنا يطلع على طول
ركله ركنيه على طول احمد سامي الفرج. محاوله ثاني اسماعيلي اماميه خطيره في منتهى الخطوره، ولكن حارس المرمى كانت ممكن يكون الهدف الثاني لصالح النادي الاسماعيلي، ولكن عيسى عبد الله كان له راي اخر ثاني. وتقدم النادي الاهلي على الاتحاد الليبي، فعلا بيصل النادي الاهلي، انتهى اللقاء الان في هذا التوقيت بالتمام والكمال بفوزه في هذه المباراه بنتيجه 1-0 المجموعه اللقائيه.